أكد وزير البترول طارق الملا أن استراتيجية قطاع البترول تولي أهمية لتطبيق برامج التحول الرقمي ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع الذي بدأ تنفيذه في عام 2016. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير البترول بالمنطقة الجغرافية البترولية بمسترد لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات التوسعات الجديدة بالمنطقة، حيث شدد الملا على أهمية منطقة مسترد البترولية والتي تعد من أعرق وأهم المناطق البترولية في مصر، لما لها من دور فعال في منظومة توفير إمدادات الوقود بالسوق المحلية. من ضمن الإجراءات اللي بتتم دلوقتي هو التحول الرقمي في مصافي التكرير على مستوى قطاع البترول. كل معامل التكرير والمصافي بتاعته بتشتغل دلوقتي بالرقمنة. شايفين في الخلفي في الشاشة دي اللي بنسميها غرفة التحكم الرئيسية لشركة الأنابيب أو الإسكادا سيستم، اللي عليها كل القراءات الخاصة بشبكة الخطوط أكثر من 1500 كيلومتر 1700 كيلومتر تم تنفيذهم بموضوع الإسكادا. ده بيتحكم فيه الكميات، سرعة تدفق المنتج، والتحكم في غرف البلوف. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها، لكنها سجلت خسارة أسبوعية بفعل مخاوف من أن بيانات اقتصادية أمريكية قوية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يقلص الطلب على الوقود. ارتفعت على قود الأجل الخام برنت تسليم يوليو بنسبة 93% إلى 82 دولار و12 سنت للبرميل. كما ارتفعت على قود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.1% لتسجل نحو 77 دولار و72 سنت للبرميل. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.18% لتصل إلى $2.43 سنت للتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.16% لتسجل نحو $2.52 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري في المغرب تراجع إنتاج الحبوب إلى 3.12 مليون طن هذا العام، بانخفاض يصل إلى 43% مقارنة بالعام الماضي. أرجعت الوزارة هذا التراجع إلى الجفاف، متوقعة إنتاج 1,750,000 طن من القمح اللين و710,000 طن من القمح الصلد و660,000 طن من الشعير. شهدت القروض الخضراء في الصين نموا خلال الربع الأول من عام 2024، وأعلن المركزي الصيني أن إجمالي رصيد القروض الخضراء بالعملات المحلية والأجنبية وصل إلى 33 تريليون و770 مليار يوان بنهاية الربع الأول، مسجلا زيادة بنسبة 35.1% على أساس سنوي، وبزيادة قدرها نحو 3 تريليونات و700 مليار يوان خلال الربع الأول. وافقت المفوضيه الاوروبيه على خطه قدمتها فرنسا بقيمه 4 مليارات يورو لدعم التدابير الراميه الى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئه في قطاع التصنيع ومساعدته على التحول نحو اقتصاد صافي انبعاثات صفريه، بما يتماشى مع الخطه الصناعيه الخضراء للاتحاد الاوروبي. وبموجب هذا الاجراء ستتخذ المساعده شكل منح مباشره تصل الى 30% من تكاليف الاستثمار في المشروع، وسيكون متاحا امام الشركات العامله في قطاع التصنيع بفرنسا، مع ضروره أن تؤدي مشاريع الكهرباء المؤهلة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن العمليات الصناعية بنسبة 40% على الأقل مقارنة بالوقت الحالي، في حين يجب أن تؤدي مشاريع كفاءة الطاقة إلى خفض الطاقة المستهلكة في العمليات الصناعية بنسبة 20% على الأقل. أظهرت مسودة بيان لاجتماع وزراء مالية مجموعة السبعة المعقد في إيطاليا اتفاقا مبدئيا بشأن استخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف. أشارت المسودة إلى أن القرار النهائي سيكون متروكا لقمة رؤساء الدول والحكومات المقررة في منتصف يونيو المقبل. وجمدت مجموعة السبعة وحلفاء لها أصولا روسية بقيمة 300 مليار دولار بعد أن بدأت موسكو عملياتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير عام 2022.